رسالتنا كأسيرات محررات إنه إحنا صامدين وإحنا ثابتين على مقاومتنا للاحتلال الصهيوني، وهي رسالة ذو حدين وذو شقين. الشق الأول إنه إحنا بعد الإفراج عنا منكمل رسالتنا الوطنية والنضالية لتحرير وطننا، والرسالة الثانية لأخواتنا ورفيقات دربنا الأسيرات بداخل السجون إنه إحنا منكمل صمودكم ومنعزز صمودكم لغاية التحرر إن شاء الله من سجون العدو الصهيوني. يعني هاي الفكرة كانت وليدة من عندي ومن عند الست غادة عبد الهادي. من 4 سنين تبلورت الفكرة إنه الأسيرات الفلسطينيات بيوم المرأة ويوم الأم ويوم الكرامة وآذار إنه يكون في عنا إشي خاص، ففكرنا إنه نعمل تكريم للأسيرات المحررات بمحافظة نابلس، وهذا هو المهرجان الرابع بمحافظة نابلس. بناخد كل سنة حقبة زمنية نضالية 10 سنوات للأسيرات بمحافظة نابلس، من قرية، من مخيم، من مدينة. السنة أخذنا من عام 90 لعام 2005 بالفترة النضالية اللي أسرنا فيها المعتقلات الفلسطينيات المناضلات. بعتبر هذا الشيء تعزيز لوجود المرأة الفلسطينية المناضلة، اللي هي مش رقم، هي إنسان، هي وجود، هي امرأة مناضلة، هي أم، هي أخت، هي زوجة شهيد، هي تستكمل مشوار النضال الوطني الفلسطيني.